قالوا له هو راجع الطياره امبارح، كان في 60 دقيقه استشفاء ليه على متن الطائره بعد المجهود اللي بذله في المباراه. بيكهام عنده برنامج تاهيل لمده 3 ايام، واحنا عارفين بيكهام عنده زي اجهاد خفيف في العضله الضم، فان شاء الله بعد ال3 ايام دول ينضم للتدريبات بشكل طبيعي. اما بخصوص محمد هاني، فمحمد هاني خلاص هيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي مع الفريق بدايه من يوم الثلاث بعد ما الفريق يستأنف تدريباته. هاني من اللعيبه المميزه جدا، واحنا عارفين ان كان عنده زي برضو اجهاد بسيط كده في العضله الضمه. محمود متولي برضو في اطار يعني الاطمئنان على بعض اللاعبين في النادي الاهلي اللي عندهم بعض الاصابات، فمحمود متولي احنا عارفين كان تعرض لشد خفيف العضله الخلفيه في مباراه وديه كانت امام مصر للتامين من حوالي 10 ايام او اكثر قليلا، خلاص شوفيها تماما من هذه الاصابه وهيشارك في التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث. هو كان خد راحه سلبيه يعني. اكرم توفيق وبدر بنون من الناس اللي تعرضت لبعض الكدمات في المباراه او بعض الشد العضلي، يعني بدر مثلا عنده شد خفيف في السمانه او اجهاد في السمانه مش شد يعني، لكن هيشارك بشكل طبيعي في التدريبات للامور مطمئنه بشكل كبير جدا. اكرم توفيق برده كان جاله زي اجهاد خفيف في السمانه بجانب كدمه تعرض ليها اثناء المباراه، لكن ان شاء الله هيشارك برده في التدريبات بشكل طبيعي. الاهلي خلاص قرر ان هو هيحصل على مصل كورونا عقب مباراه العوده امام الترجي، واللي ده تم التنسيق من خلاله ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي للنادي الاهلي، واستقروا على ان ميعاد اللقاح اللعيبه تاخده والفريق كله ياخده يكون بعد انتهاء من مباراه الترجي ان شاء الله على خير، نكون تاهلنا النهائي وبعد كده ياخدوا المصل.